زين، البغي وش هي؟ البغي هي التي تفعل الزنا بمبلغ، هذه بغي، هذه شغلتها. والزانية هي التي والعياذ بالله رضيت مع شخص ما، هذه وقع عليها الزنا. والزنا ما يثبت إلا بشهادة أربعة، أو الاعتراف أو الحمل إذا كانت من غير زوج. يقول شيخ الإسلام منذ نزلت هذه الآية إلى عهده لم يثبت، إن جو أربعة يثبتون أن الزنا، يشهدون أن فلان زنا وهم يشهدون أربعة. سبحان الله، شوف 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 الشريعة حفظت حفظت الأعراف. سلام، شاهد واحد، اثنين ما يكفي، ثلاثة ما يكفي، أربعة. دخلوا الغرفة، كانوا في بلكونة، يقول شافهم تحت بطانية، كل ذا ما يسمع لين تتم يرون العملية الجنسية والعياذ بالله كاملة، ولا يجلدون. نعم، أربعة يشهدون أنهم رأوا العملية الجنسية والعياذ بالله تامة. شوف حفظ الأعراض للأمة الإسلامية، حفظها الدين. ما هي؟ أو بالاعتراف أو بالحمل إذا كان من غير زوج. ما في يعني، ضيق المسألة كذا. ولذلك الغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنني مرأة لقد زنيت أولا، فأشاح بوجهه. شف 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 رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشف حب والدين للستر. فجاءت لوجهه قالت إنني زنيت، فأشاح بوجهه، فقالت إنني حبلى من الزنا يا رسول الله، يعني حامل. قال اذهبي حتى تضعيه، ولا جعل واحد يتبعها ويشوف البيت، حتى لو ما رجعت جابوها، لا، راحت ستر. فلما وضعت جاءت به تحمله بين يديها رضيع، قال ارجعي حتى تفطميه، ولا أرسل أحد يتابع. فلما فطمت أتت به وفي يده كسرة من الخبز حتى لا يردها، خلاص الآن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليها لباسها ورميت بالحجارة. لما رميت بالحجارة كأن بعض الصحابة يعني نال منها، قال ليتها استترت وتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفت، وإنني أراها تنغمس في أنهار الجنة. وإنني أراها ماعز مرادفة لها، ماعز جاء واعترف. فلما اعترف قال سأل جماعته أبيه جنون؟ قالوا ما نعرف يعني جنون. أمر اثنين من الصحابة يستنكهونه، يمكن شارب خمر، وهذا أقوى من التحليل في شرعا، لما يشهد اثنين أنهم شموا رائحة الخمر أقوى من التحليل، التحليل قد ينكر السكير. فلما شموه ما وجدوا خمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بالحجارة، خلاص اعترف. لما جت الحجارة وحس بماعز هرب، لحقوه الصحابة رضي الله عنهم ومسكوه وكملوا عليه. لما جاء يقصون على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ضربناه وهرب، قال ألا تركتموه؟ ألا تركتموه؟ لعله يستعتب ويتوب، لعله يستعتب ويتوب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ديننا دين ستر، فما بالك الذي يخرج ويسافر خارج هذه البلاد إلى بلاد إباحية، ثم يصور إجرامه وفضائحه وكبائره، ثم يجي طال عمرك في الاستراحة ويصير بهالشباب المراهقين ويوريهم وينال ويرسل مقطع. لأن الشباب كم تذكرها أنا هبله، كم راح 6 7 كل كاس خمر يشرب وكل فرج ينتهك في ميزان سيئاته. نعم، من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزره، ووزره من عمله في يوم القيامة. طيب شوف اللي جاء العمرة، يا سلام، أو الحج، رجع من الحج، لأن في بعض الناس ترى ينفر من الحج وما يدري، يوم ما رجع من الحج والمستروحهم اليوم حجات أبو مشاري أبشركم حج، كيف الحج؟ موت موت والله الوداع، أني أدور الأكسجين مرة ما عاد قدرت. طيب في ناس خوافين كذا، في ما عاشرت ناس خوافين، مؤشر الخوف مرتفع. سمع الجمرات ما عاد ادري، والله ابو سعد اني ما تقابلتني الا في السكن، والحذائي اجل فلان وفلان 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 الحج 7 سنوات، انت السبب.
لكن تعيش في الصورة الثانية. حجيت يا أبو راشد الحمد لله، يا سلام تياسير والله، كلها أربعة أيام. جينا عرفة يوم 9 وجينا مزدلفة، خذينا ذيك الفاكهة وعطونا الحملة ذيك العصير يا زينة، ثم رمينا جمرة ثم الوداع هونها الله علينا. صح يوم جينا لنا زحمة، حج فلان وفلان 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 في ميزان حسناته. انت بتنفر والعمرة قس عليها، سكننا برج الساعة، يا سلام تياسير ومخلوفة علينا، وجينا عند ودعيت للوالد الله يرحمه وللوالدة، راح فلان وفلان، انت السبب ولك الأجر. ما انتهيت انا. الله يكتب أجرك ويسعدك على هالكلام الجميل صراحة. هذه تأخذها قصاصات في اليوتيوب، كل واحدة بالحالة، كل قصة أجمل من الثانية مؤثرة لها تأثير. الله جزاك خير يا أبو عمر يبارك فيك. معنا اتصال الشيخ محمد الزنيدي.